الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا في يوم الختامي لجائزة زايد التراثي ضمن فعاليات هذا المهرجان. ها هي انطلاقة الشوط الثالث، والشوط الثالث يعتبر الشوط الأول للثنائي البكار المفتوح. مسافتنا 8 كيلومتر، جائزتنا للمركز الأول، خنجر للمركز الأول. مباشرة نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط لنوافيكم بالنتائج أول بأول. الآن أرى طموح على مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بقيادة المضمر محفوظ بن خميس لنبي. ننتقل إلى المركز الثاني، صدف المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة المضمر راشد بن محمد بسم المنصوري من حاف. في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الرابع شواهين، في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ننتقل إلى المركز الخامس، وفي المركز الخامس العنود لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بقيادة المضمر محفوظ بن خميس اللي نبي. أول ندى للمراكز الخمس الأوائل، ونرجع إلى المقدمة مشاهدينا الكرام ومتابعينا عبر قناة أبو ظبي الرياضية قناة دبي ريسنج. أرى التسلل من صدى، صدى بدأت تغير، بدأت تندفع إلى مقدمة هذا الشوط لهجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. ننتقل إلى المركز الثاني، طموح في المركز الثاني لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بقيادة زعيم المضمرين محفوظ بن خميس لينيبي. وعذاب القلب من شيء نشوفه يا أبو ناصر على مقدمة هذا الشوط مع طموح، والجماعة والمضمرين كلهم يطمحون بفوزي وناموسي هذا الشوط بالخنجر الذهبية. ننتقل إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الخامس اليذابة وصلت، بدأت تيذب المراكز في هذه اللحظات، تنتقل إلى المركز الخامس لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بقيادة زعيم المضمرين محفوظ بن خميس لينيبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة، وصدى بدأت تغير، بدأت تندفع إلى مقدمة هذا الشوط. أسمع صدى صوتك مع ضجة الناس، يا سلام يا سلام يا صدى على مقدمة هذا الشوط مع هذا اللون، اللون الحمر مر وعبر. تابعنا هذا الشعار، تابعناه في شوط الثنايا الجعادين المفتوح، ذهب بالمركز الأول وذهب بالدرع، وتابعناه في شوط الزمول أيضا ذهب بالدرع مع هجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر في شوط الزمول علي بن جميل الوهيبي، وفي شوط الثنايا بقيادة المضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. وهنا شوط الخنجر، شوط الخنجر الذهبية، يا سلام. نشوف وناخذ المركز الثاني، المركز الثاني في هذه اللحظات. لكن طموح 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 النامو اللي نبي. وفي المركز الثالث شواهين، في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وهذا الشعار كان نصيبه نصيب الأسد في سن اللقاية وفي سن الإذاعة البكار، حصل على الخنجر، واليوم في سن الكبار مع الثنايا في هذا المساء
منافسة قوية على مقدمة هذا الشوط، بنشاهد صراع ومنافسة قوية حتى خط النهاية. ننتقل إلى المركز الرابع، وفي المركز الرابع من حافظ المركز الرابع في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر المحنك السعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الخامس اليذابة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بقيادة المضمر محفوظ بن خميس اللي نبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة، والمعركة قوية، المعركة قوية، والركض حتى هذه اللحظات ركض تلغائي وعرضة تلغائي، لكن تنتظرون في الأمتار الأخيرة هناك أوامر، هناك تحرك من الأخوان المضمرين. يا سلام يا سلام يا صدى، صدى على المقدمة، صدى لا زالت تنادي مقدمة هذا الشوط، تنادي الخنجر لهجن الرياسة بقيادة المضمر راشد بن محمد بالسم المنصوري. بدينا الآن معادلين جسر العبور وأول العابرات على مقدمة هذا الشوط، صدى لهجن الرياسة بقيادة المضمر راشد بن محمد بالسم المنصوري. من حاف في المركز الثاني من حاف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. طموح في المركز الثالث لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان بقيادة المضمر محفوظ بن خميس اللي نبي. شواهين قادمة إلى المركز الثالث في هذه اللحظات، مساندة زميلته ورفيقته في هذا الشوط من حاف شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الرابع طموح لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان بقيادة المضمر محفوظ بن خميس اللي نبي. غدوم أيضا هنا من حفلة ونحن نحتفل بعيد الوطني 43 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحفلة تحتفل في هذا المهرجان، مهرجان جائزة زايد التراثي في اليوم الختامي، تصل تنتقل إلى المركز الرابع لهجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري ظافر المضمر. لكن هنا أيضا هنا 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 الجذابة بدأ محفوظ بن خميس لينيبي زعيم المضمرين يدفع بالجذابة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. هذه النتيجة، هذه النتيجة، نبغي نشارك العيالة وما في ركضهم خلة عندهم تطرب الميالة ليتير الركض والتلة كالظبيم الصوت ميفالة من كثيف وجمعة الملة. خلونا مع المقدمة، خلونا مع منحاف، منحاف على مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الثاني صدى في المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. المعركة قوية، المعركة قوية، شديدة شديدة على المنافسة. يا سلام، والأوامر ما صدرت أي حتى هذه اللحظات، يا سلام، شبه أوامر طفيفة على منحاف. بدأت منحاف تغادر، بدأت تباعد بمقدمة هذا الشوط منحاف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجلسة. صدى لهجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. يا سلام يا سلام، المعركة شديدة، المعركة طاحنة. بدينا الآن نتجاوز لوحة الكيلو متر الأخير بقيادة صدى، بقيادة صدى، واسمع صدى خفوفة على أرضية هذا الميدان. ها هي صدى تغير إلى المقدمة، المساندة من حفلة، حفلة قادمة، قادمة للمساندة، مساندة صدى على مقدمة هذا الشوط والمحافظة على الخنجر الذهبية. ها هي صدى بدأت تغادر، بدأت تباعد، تقول باي باي هدى حافظ، مع السلامة، سلام سلام عليك يا مؤسسة هجن الرياسة على هذا التعلق في هذا المساء وفي كل مساء وفي كل زمان. ها هو الشعار الحمر مر وعبر كل خطر على مقدمة هذا الشوط، مع صدى، مع صدى، واسمع صدى صوتك مع ضجة الناس، ونحن عندنا ضجة في الباس، وانتي مسوية ضجة على أرضية هذا
هذا الميدان. ها هي صدى تقترب من المنصة الرئيسية، تقترب من خط النهاية، تقترب من هذه المنصة، المنصة الرئيسية التي افتتحت في هذا المساء من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. حفظك الله يا أبو زايد، تهانينا تهانينا إلى المقام السامي، إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه على فوز صدى. تهانينا مصحوبة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وإلى المشرف العام عن هجن الرئاسة سمو الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان. تهانينا للمضمر المستحيل الذي لا يعرف مستحيل مع هذا التضمير راشد بن محمد بالسم المنصوري، والذي وصلت في المركز الثاني من حاف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وفي المركز الثالث حفلة في المركز الثالث لهجن الرئاسة، وفي المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. ناخذ التوقيت الزمني، ساعة وصول صدى إلى خط النهاية بعدما انتزعت الخنجر، انتزعت الفوز، انتزعت الناموس، مهدي الفوز والناموس إلى مؤسسة هجن الرئاسة. ها هي صدى تشاهدونها على شاشة التلفزيون وهي تحافظ على المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار منذ البداية، منذ بداية هذه الانطلاقة. والرمز الثالث لهجن الرئاسة، الهاتريك لهجن الرئاسة في هذا المساء وفي هذه الجائزة، جائزة زايد والتراثية، تخطف الدروع وتخطف الخنجر مع صدى في زمن وغدرة. 12 دقيقة 22 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا أيضا للمضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري، والذي وصلت في المركز الثاني من حاف. نشوفها هي من حاف، ساعة وصولها إلى خط النهاية 12 دقيقة 36 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا أيضا للمضمر المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الثالث حفلة لهجن الرئاسة 12 دقيقة 39 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا للمضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. وفي هذه اللحظات استاذنكم لحيل الميكروفون لزميلي نائب بن سعود البلوي على لتعليق.